مساء الخير عليكم جميعا، معكم أخوكم ناصر توفيق وفيديو جديد. وفيديو النهاردة بعنوان إزاي نتصدر مصادر البحث الأولى في اليوتيوب. إزاي أنا أعمل فيديو وبعد ما أنشر الفيديو أبقى متأكد وعارف إن الفيديو ده هيدخل على محركات اليوتيوب، يبقى صديق لمحركات البحث وخوارزميات اليوتيوب. طبعا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ازاي هنزود المشاهدات. اول خطوة قلنا الكلمات الدلالية والمفتاحية القوية اللي احنا لازم نحطها في بداية الفيديو وفي الوصف، في العنوان وفي الوصف وفي العلامات، وقلنا ازاي نجيبها وازاي نحصل عليها بالبحث العادي على اليوتيوب او على جوجل او عن طريق البرامج زي يوتيوب بادي و في اند كيو. طيب دلوقتي الخطوة التانية، انا خلاص كتبت كلمات دلالية قوية، بحثت وتعبت على الفيديو بتاعي وحطيت كلمات قوية ودلالية قوية، والكلمات دي الفيديو اليوتيوب اتعرف عليها كويس جدا، واليوتيوب اظهر الفيديو بتاعي في محركات البحث وناس كتيرة جدا شافته ولكن مفيش مشاهدات. طيب نخش بقى على السبب ان مفيش مشاهدات. انا خلاص كاتب كلمات قوية والناس شافت البوست لكن ما دخلتش الفيديو، شافت الفيديو اقصد ولكن ما دخلتش الفيديو. ايه السبب ان الناس شافت الفيديو ولم تدخل لتشاهد الفيديو؟ طيب اكيد انا عامل صورة مصغرة مش كويسة. يعني ايه اعمل صورة مصغرة قوية وجميلة وجذابة؟ طبعا الصورة المصغرة هي اول حاجة بتيجي عليها عين المشاهد. يعني المشاهد اول ما بيشوف الفيديو بتاعك بتيجي اول حاجة عينه على الصورة المصغرة. فلو انت وظهرت في محركات البحث وناس كتيرة جدا شافتك ولكن الصورة المصغرة عندك مش جميلة وجذابة، محدش هيدخل البوست بتاعك. يبقى الخطوة التانية هنا الصورة المصغرة لازم تكون اولا منظمة على البوست ولازم تكون جذابة جدا للمشاهد بحيث يخليه يدخل البوست بتاعنا او يدخل الفيديو بتاعنا ويشاهده. طيب نعملها ازاي الصورة المصغرة الجميلة دي والجذابة؟ في عندنا تطبيق اسمه كانفا. طبعا التطبيق ده سهل جدا جدا جدا، موجود على الكمبيوتر وموجود على الهاتف ايضا، وهو تطبيق سهل جدا جدا وفي كل ما تحتاجه. يعني عايز تعمل صورة مصغرة بيقول بيديك قوالب للصورة المصغرة وتتعامل معاها وتحذف وتحط الحاجات اللي انت عايز تحطها. طبعا هي بتبقى قوالب جاهزة فيها مدفوع وفيها غير مدفوع، انت بتختار المجاني في الاول وبعد كده بتدوس على اي عنصر في الصورة بيديلك علامة الحذف، بتحذفه لحد ما تفضي الصورة خالص وتحط فيها الحاجات بتاعت الفيديو بتاعك وتعمل له حفظ وبعد كده بتستخدمه على اليوتيوب. عايز تعمل صورة للفيس، عايز تعمل صورة للقصة، يعني بصراحة البرنامج ما سابش اي حاجة خالص ممكن يحتاجها صانع المحتوى الا وفرها له مجانا بهذه القوالب. فانت بتدخل على هذا البرنامج بطريقة سهلة جدا، بتدخل على عمل صورة مصغرة لليوتيوب وبتصمم صورة تناسب الفيديو بتاعك وتكون صورة تجذب الجمهور جامد بحيث ان هو الجمهور اول ما يشوف هذه الصورة يبقى على طول بينجذب للفيديو بتاعك ويحقق مشاهدات كتيرة جدا، لانه كده كده احنا اخترنا كلمات دلالية قوية وظهرنا في محركات البحث. يبقى الخطوة التانية الصورة المصغرة. الصورة المصغرة لازم تبقى ايه؟ احترافية، صورة جميلة واحترافية. وطبعا كل ما تستخدم البرنامج ده كتير كل ما هتبقى قوي جدا فيه وهتتعلم كل يوم حاجة جديدة لحد ما تعمل صورة احترافية مناسبة جدا للفيديو بتاعك. تالت حاجة بقى المحتوى. انا عملت الصورة المصغرة وكتبت الكلمات الدلالية ولكن المحتوى ضعيف. هنا برضو هتقابلنا مشكلة ان احنا لازم نهتم بالمحتوى ايا كان نوع القناة طبعا بتاعتنا، هنهتم بمحتوى هذه القناة
علشان المشاهد لما يدخل ما يبصش على الفيديو كام ثانية ويجي خارج، يدي برضو مؤشر مش كويس لمحركات البحث في اليوتيوب، وبالتالي هذه المحركات مش هتظهر الفيديو بتاعنا كتير. فلازم المشاهد لما يدخل يبص على الفيديو بتاعي يعجبه المحتوى فيكمل جزء كبير جدا من الفيديو، ويحبذا لو كمل الفيديو لحد الاخر. طيب المحتوى بتاعي طب يختلف من قناة لأخرى، طبعا انت لازم تتعب شوية على المحتوى بتاعك، لازم تنقي محتوى او تختار يعني محتوى يكون عليه تفاعل كبير من الجمهور، وبكده يبقى اكملنا الثلاث عناصر المهمه جدا، وهي اول حاجه الكلمات الدلاليه المفتاحيه زي ما قلنا، بعد كده الصوره المصغره، واخر حاجه هنهتم بالمحتوى بتاعنا وهنطور من نفسينا. طبعا الامور دي ما بتجيش يعني خطوه واحده، ولكن احنا خطوه خطوه ان شاء الله كل فيديو يكون افضل من اللي قبله. يعني مش هقول لك ان احنا مره واحده هنعمل احسن فيديو على مستوى العالم، لا طبعا، احنا كمبتدئين لازم هنبدا خطوه خطوه، فاحنا هنمشي خطوه خطوه مع الفيديو وهنتطور مع اليوتيوب بمرور الوقت، وبنقاس يعني مش خلاص ما جبناش مشاهدات في الاول خلاص الدنيا خربت، لا طبعا، الناس اللي جابت مشاهدات دي برضو تعرضت لكل ما نتعرض له الان، وبدأوا برضو من الصفر وما كانش عندهم مشاهدات ولا مشتركين، ولكن مع الإصرار ومع التعليم كلهم بنتعلم حاجة جديدة، مع الإصرار اللي جوانا على النجاح إن شاء الله هننجح كلنا وهنصل لتحقيق شروط اليوتيوب، وهتبقى عندنا جميعا قناة إن شاء الله قوية وناجحة ولها مشاهدين كتير. وأتمنى لكم جميعا التوفيق، وأتمنى لنفسي التوفيق، وشكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.